انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية اللي تستمر حتى تاريخ 29 فبراير الجاري بمشاركة وزارة التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم اللي يعني يجرون نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية ويبحثون أكيد إعادة تشكيل مستقبلها. طبعا يشارك في المؤتمر 175 وفدا من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني أيضا، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولا أيضا. أكيد عبد الله، تعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية وهي مثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضو لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية. ويسعى طبعا المشاركين في المؤتمر الوزاري 13 إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري 12 الذي عقد في جنيف في يونيو 2022 والذي شهد طبعا إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية. أتمنى لهم طبعا كل التوفيق للوفود الحاضرة هنا في العاصمة أبوظبي.